افضل مدرب قاد الاهلي في وجهة نظرك؟ موسيماني. موسيماني افضل في من زمان قوي. مفيش زي جوزيه. يعني مفيش زي جوزيه. جوزيه مانويل جوزيه طبعا. جوزيه مانويل جوزيه وبعديه على طول موسيماني. انا بعشق موسيماني. جوزيه طبعا اسطوره. بحب موسيماني جدا. حسيت بكولر مع الفرقه ولا لسه محتاج وقت؟ شوف انا عندي وجهه نظر في الموضوع ده. احنا عندنا لجنه كوره وعندنا رئيس نادي اعظم لاعب على مر العصور الحمد لله يعني. الحمد لله. هم فاهمين هم بيجيبوا مين. هم عارفين. انا بدعو جمهور النادي الاهلي للصبر. يشاوروا لي على اي نادي في العالم. ما بتقولوش لحظات كبوات ولحظات انه بيتعادل وبيتغلب وبيكسب وبياخد بطوله والسنه دي مش بطوله. احنا نادي كبير قوي. احنا نادي مش حد زينا. الحمد لله رب العالمين يعني. فلازم نبقى على الحلوه والمره زي ما بيتقال. خلاص؟ فكل المسانده لكولر هو عارفين هما بيختاروا مين. حتى سوارش اللي ما كانش حظه كبير لو كنا صبرنا عليه شويه هو كان هيعمل نتائج. انا متاكد هيعمل نتائج عظيمه لانه كان عنده فكر. لجنه الكوره بتجيب ناس عندها فكر. احيان كتير بيبقى زي ايه؟ زي ممثل ما بيعملش حاجه ما بتعجبش. ما بيعملش حاجه ما بتعجبش الناس. كل حاجاته حلوه جدا وجه في بره هم شايفين المره دي مش كويس. هو مش كويس. هي وجهات النظر اختلفت. خلاص. زي ممثل بيعمل كوميدي وبيضحكنا جدا وبعدين عمل جد في عمل اختلاف. فاحنا لسه مش قابلين الاختلاف ده. لسه مش عارفين نتفهمه او نحس بيه. انا ليه كل ثقتي في المدربين اللي بيجوا مهما عملوا نتائج وحشه؟ لان عندي لجنه كوره بتشوف. عندي لجنه كوره بتفهم. عندي ناس هم قد ايه. اصل نجاح الفرقه نجاح ليهم. مفيش حد بيقول يا رب وكسني زي ما بيتقال. انا اسف باللفظ يعني. مفيش حد بيقول يا رب خسرني. فمفيش منطق في الدنيا. مفيش حد في الدنيا ممكن يجيب حاجه كده. ما اصل استمرار الفرقه ونجاح الفرقه وكل الكلام ده هو استمرار ليهم ولبقائهم.